قصيدة قصيدة مشارك فيها منو؟ قصيدة راجح العجمي. هذا يا شيخ راجح تفضل. راجح راجح وكال. نبدأ بذكر الليل هالأمر كله، الواحد اللي كلنا تحت ظله، نضع على الأرض النواصي أرض له توحيد ربي، فالعبادة هدفنا. المطلع علام خاف السريرة، وله العبادة باحتساب وبصيرة، ولا اتجهنا بالعبادة الغيره فيما سوى رب البشر ما حلفنا. حنا هل التوحيد بأفعال وأقوال، طريق حق ولا نبي عنه محوال، عقيد من دونها نرخص الحال ويذب عن منهج سلفنا خلفنا. حنا هل التوحيد من يوم كنا عقيدة يعمل بها في وطننا، ورسول كل الإنس والجن منا ومن بين كل الناس هذا شرفنا. والحمد لله والله اللي عطانا، والله ثبتنا بعد ما هدانا، ونرجوه يمحى ما سلف من خطانا، وهو الغفور اللي بذكره هتفنا. نؤمن بالأسماء كلها مع صفاته، عظيم كامل في صفاته وذاته، والكون كله يحتوي كائناته، إلهنا اللي له سعينا وطفنا. نثبت صفات الرب من غير تعطيل، ومن غير تكييف، ومن غير تمثيل، جل على عن كل هرج الأباطيل، وفيما ورد في النص عنه اعترفنا. وإذا نصدق ما ورد عن نزوله إلى السماء الدنيا ذكرها رسوله، فآخر فصول الليل في نص قوله قول الرسول المصطفى ما زهفنا. ونؤمن بكل اللي ورد في كتابه من محكم الآيات والمتشابه، وإن كلام الله ورد في خطابه، ولولا الهدى من ربنا ما عرفنا. نؤمن بقرآن على الله بيان، على رسوله نزل ثم صانه، اللي على العرش استوى جل شأنه، سبحان من يفني ولا هو بيفنى. الاستوى معلوم والكيف مجهول، وعن هالسؤال من البدع غير مقبول، هذا كلام له معاني ومدلول، وهذه عقيدتنا ومنهج سلفنا. حنا على نهج النبي والصحابة، طريق حق ورابح من سعابه، عهد علينا ما نخالف كتابه نفنا، وحن عن منهجه من حرفنا. ونقول يا معبود يا والي البيت، يلي إلى منا دعيناك لبيت، يا رب ثبتنا على الحق تثبيت، في الأولة والآخرة لا وقفنا. والحق نلوي في يدينا أحبال، ونبرأ إلى الله من دعاة الضلالة، أهل البدع والزيغ وأهل الجهالة، لو مرنا تيارهم ما جرفنا. ونؤمن بأن فيه نار وجنة، ونؤمن بيوم الحشر والموت سنة، والرافضي نبرأ إلى الله منه نقطع صلتنا فيه لو من طرفنا. ونبرأ إلى الله من هل القيل والقال، الليلهم في اعراض الاجواد مدخال، حنا عرفناهم على كل الاحوال، وعن مجلس الغيبه وهلها عزفنا. ونبرا الى الله من جميع الطواغيت، واللي يحكمهم ويجعل لهم صيت، لاحكامنا ناخذ من الشرع تثبيت، وما خالف امر الشرع عنها انصرفنا. ولا نوالي دائما كون الاخيار، اهل التقى والدين وافين الاشبار، ونثبت إلى جتنا الفواسق بالأخبار، ألا إلى منا سمعنا وشفنا. المبتدع في الدين نبحث نواياه، والناقشه والناصح في خطاياه، وما تسمع للنصيحة هجرناه، وللمسلمين مخططاته كشفنا. ولا نكفر مسلما في كبيرة وفي الخاتمة مما زرعنا قطفنا. وإذا بعد نؤمن ونثبت وندرك إنه يُرى يوم القيامة بلا شك، وإنه بلا تمثيل يفرح ويضحك حسب نصوصه في صفاته وصفنا. ونؤمن بأن الرب يرضى ويغضب، والله يوفقنا جميعاً رضا الرب، هذا لنا مبدأ ومنهج ومطلب، ومع من عطف من خالفه من عطفنا. ونؤمن بأن الرزق والأجل مكتوب، فاللوح عند اللي كشف ضر أيوب، واللي حفظ يوسف على أبوه يعقوب، حياتنا عنده وعنده تلفنا. ونؤمن بأنه عالم كل مكنون، ولا نستغيث إلا بمن كون الكون، ولا القبر ما طفنا مع اللي يطوفون، ولا على رمل الضريح اعتكفنا.
هذا هو المنهج طريق الجماع اللي على منهج رسول الشفاع، وعقيدة التوحيد معنا وداعه فزنا بها بين الفرق واتصفنا. حنا بلد حكمة ودين وعدالة، دستورنا المصحف وهدي الرسالة، والخصم نبطل حيلته واحتياله، ولأهل الخيانة والحيل من عسفنا. في أرضنا الإسلام والأمن والسلم، وشعارنا الإخلاص والعزم والحلم، وعلى مناهيج السلف نطلب العلم، ومن بحر علم أهل الصلاح اغترفنا. حكامنا تحكم بحكم الشريعة، ولهم علينا نصح مخلص وبيع. إمامنا في طاعة الله نطيعه، ما حم ثيران هدفنا علفنا. الله يوفقهم بحمل الأمانة، الله يساعدهم بحمل الأمانة، ويضا يوفقهم صلاح البطانة. حكامنا ولهم وقار ومكانة، ولو تختلف كل الدول ما اختلفنا. وصفة مشايخنا صفات حميدة، الكل منهم طاعة الله رصيدة، ساروا على التوحيد لفظ عقيدة، وعلى الطريق المستقيمة ائتلفنا. وتمت وصلوا عد مهب نسناس، على الرسول المصطفى صفوة الناس، اللي خلقها الرب للحق نبراس، راع الشفاعة لا وقفنا وخفنا. فيها نوع من الواحد شاك به، وهو أنه يرى يوم القيامة، وشك الصواب أنه يرى للمؤمنين بس ما يرى الكفار. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يراه المؤمنون في عرضات القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذا البيت يحتاج إلى زيادة في إيضاح أنه يراه المؤمنون في موقف القيامة وفي الجنة كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعاً.